طيب سارة من القاهرة. رقم موبايلي ده وهيتصل بيا يا مثلا. سارة كل سنة وانتي طيبة. الو، مساء الخير يا سارة، مساء النور، كل بحب سنة وانتي حضرتك طيبة جدا. يا حبيبتي، انا اللي بموت فيكو. كل سنة وانتي طيبة. وانت حضرتك غريبة، بس قولي، اسمعيني انا من التليفون، اسمعيني يا سارة من مش التليفون. متزوجة ولا مخطوبة ولا حاجة، انا برج العذراء. ايوه، بس هي قالت هيبقى في انفصال، فانفصال في شغل او ولا انفصال في دراسة او ايه، مش عارفة. هي قالت انفصال في انا اي قلقانة حاجه. بصراحة. انا قلت وممكن يبقى في انتقال من حاله لحاله، يعني المتزوج ممكن يحصل عنده انفصال، ممكن، وده احتمال يعني احنا ما نتمناهوش لحد. وقلت برضو ان ممكن اللي مش متزوجه يحصل عندها تغيير، ولان احنا قلنا ان هي سنه التغيير لبرج العذراء، فممكن تتخطب. يحصل عندها خطوبه او يحصل عندها ارتباط. فهنا مش بالضروره انه يكون في طلاق لا قدر الله، ومش بالضروره انه يكون في ترك للعمل، بس ممكن يكون في تغيير للعمل، ايوه، تغيير لمكان الشغل، تغيير للمكان اللي انت بتشتغلي فيه. ايه المشكله؟ ممكن اكون بنقل من بيت المهم لبيت. هو انفصال عن حياتك الموجوده دلوقتي، هتتغير. تغيير بس. تغيير عظيم جدا. وضحت يا ساره؟ طيب ده بالنسبه للعذراء. ليه برج الجوزاء مخيف؟ يعني ناخده عشان من اول هوائي. السنين. هوائي يعني ايه بقى؟ هوائي يعني متقلب، يعني كل شويه جوزاء اتنين مجوز ايوه، عنده، هنا مبسوط وهنا زعلان. عارفه زمان لما كان في اللي هو كنا بنسميه اللي هو الراجل اللي كان طالع بوشين ده في نينجا تيرتلز، ولا مش عارفه كان في ايه، اللي هو كان مش فاكر اسمه ايه، اللي هو المزدوج. هو المزدوج، هو الجوزاء، ناحيه طيب جدا وناحيه مسنجر. شرير، ايوه، ناحيه يا عيني عمال يتضرب بالبوكس في وشه، وناحيه تانية عمال يتباس وعمال يحط ميك اب وجميل جدا جدا. هو الجوزاء كده طيب متقلب. لما بتبقى حد في حياته حاضر هسأل السؤال بعد ملك. يا ملك مساء الخير، مساء النور، كل سنة وانت منوراني. طيبة. كل سنة وانت طيبة يا روح قلبي. قولي يا ملك. انا برجي، انا 23/12 وخطيبي جدي 14/1. جدي برضه جدي، انتوا الاتنين جدي. ده هتتجوزوا السنة دي. احنا الاتنين جدي. انتوا الاتنين جدي. تمام. 24/1، معلش انا اسفة. 24/1 هو دلو. تمام، بس دلو يعني لاقط من الجدي برضه. تعالي نشوف، تعالي ناخد يلا ورق بينا. تاني ونشوف. جاهزة طب يا هو ملك؟ خطيبك اسمه ايه يا هو ملك؟ خطيبك جنبك يا ملك؟ لا، طيب اسمه ايه يا ملك؟ محمد. برضو طيب محمد، برضو ماشي. محمد، بسمة محمد وملك محمد. محمد ايه السنة دي؟ جدي ودلو. جدي ودلو، ترابي وهوائي. جدي ودلو عاملين ايه بقى مع بعض؟ الحمد لله ظبطت. خفت. ايوه. طب الحمد لله برضو ظبطت. قفلت. الحمد لله. اهدوا شويه على بعض. اهدوا شويه يا ملك الموضوع على مش بعض. محتاج عصبيه، ومش محتاج لنرفزه، ومش محتاج ان احنا ناخد كل حاجه نبقى واقفين لبعض احنا الاثنين قوه بقوه. انتوا اولا التراب والهواء، لو حطينا شويه تراب وجبنا مروحه قدامهم هيطيروهم، هتعمل زوبعه، هتعمل عاصفه، هتطربي الدنيا كلها. فحاولوا تهدوا، لان انتوا اصلا يعني موقفكم ضعيف شويه، انتوا الاثنين الفتره دي خلافاتكم زياده عن اللزوم. حاولوا تهدوا. الجدي كده كده عنده مصالحات الفتره اللي جايه، وعنده طاقات حلوه جدا، حاولي تستفيدي منها قدر الامكان يا ملك. انا مش شايفه ان شاء الله ان انتوا في انفصال ما بينكم، بالعكس انا شايفه ان انتوا هتكملوا السنه دي، ويمكن تتجوزوا السنه دي، واحتمال كمان زواجكم يكون على شهر 6، ده لو انا شايفه بالمظبوط. لكن حاولوا ان انتوا الاثنين تكونوا هاديين، لانه الطاقه اللي انتوا اتنين فيها دي يعني انا انزل لي العشر عصيان والعشر سيوف. انتوا ايه كل ده؟ ليه؟ ليه الاحمال الزياده اللي انتوا محملينها لبعض؟ واضح ان في طاقه حب بينكم، لان انا نازل لي طاقه الكاسين اللي هم التو اوف كابس اللي هم الحب. اتنين بيحبوا بعض، مختلفين، بس في حب بينكم. ليه تكسروا طاقه الحب دي؟ خليكم احسن متوافقين شويه مع بعض وتصالحوا مع بعض. حبوا بعض. رشا من اسوان، حبوا بعض يا ملك بالراحه. خدي بالك من خطيبك، ومحمد ياخد باله منك. نهدى يا جماعه، والله نهدى نهدى، كده. بس الدنيا مش مستاهله.